من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بمناسبة الحديث عن نظام الضرورة القائم في العالم، نظام الجبر العلي أو الحتمية العلية وما شئنا فلنعبر، دخل المصنف مضطرا إلى مسألة أخرى طرقها الفلاسفة والمتكلمون وعلماء النفس وعلماء الأخلاق والقانونيون والفقهاء أيضا، كل من زاويته كما أشرنا في الدروس الماضية، وهي مسألة الحرية الإنسانية. هل الإنسان حر في أفعاله أم إنه ليس حرا في أفعاله؟ وهذه الحرية ما هي حدودها لو ثبتت؟ وما هي مساحاتها؟ وما هي دائرتها؟ استطاع المصنف، طبعا كان من المدخل الذي ولج فيه المصنف لهذا الموضوع هو المدخل الفلسفي، أي فض الإشكال وفض الاشتباك ما بين مسألة الضرورة العلية ومسألة الحرية والإرادة الإنسانية، وقال بأنه ما في مشكلة لأن الضرورة العلية فرع تحقق العلة التامة، وأحد أجزاء العلة التامة هو الإرادة، فيكون الجبر العلي في طول الإرادة ولا يكون سالبا لوجودها. بهذه الطريقة افترض الفلاسفة أن القضية قد حلت وانتهينا من هذا الموضوع، لكن هذا الحد الذي وصلنا إليه تتفرع عليه مجموعة من الأبحاث، قسم منها ذو طابع كلامي وقسم منها ذو طابع فلسفي وكلامي محمول، ونشرع بالتعرض لهذه الأبحاث مسألة على الترتيب الذي اختاره المصنف أو المصنفان رحمهما الله. المسألة الأولى، أولا، ما هي مقدمات الفعل الاختياري أو الأفعال الاختيارية؟ ما هي المقدمات التي تقع قبل صدور الفعل الاختياري، الفعل الحر، الفعل الإرادي؟ أشئت أعبر، لابد أن ندرس هذه المقدمات تمهيدا للنقطة الثانية التي هي الإشكال على نظرية الاختيار عموما، سواء تبنى هذه النظرية الفلاسفة بطريقة فلسفية أو المتكلم بطريقة كلامية. المصنف يقول هناك اتفاق على بعض مقدمات الفعل الاختياري واختلاف على مقدمات أخرى، فبعض المقدمات تقريبا الجميع متفق عليها، تقريبا بحث بين الفلاسفة والمتكلمين بدرجة، بعض المقدمات الجميع متفق عليها أنها من مقدمات الفعل الاختياري، وبعض المقدمات هناك خلاف فيها، طرحها بعض المتكلمين فرارا من إشكالية الجبر، ولكن الفلاسفة قالوا أنه لا ضرورة لها. المقدمات التي تسبق الفعل الاختياري أو ينبني عليها الفعل الاختياري على الشكل التالي: واحد، مقدمتان إدراكيتان، أنواع المقدمات مختلفة، مقدمتان إدراكيتان. اثنين، مقدمة انفعالية. ثلاثة، مقدمة فعلية. أربعة، سيأتي أربعة خاص لأنه ليس عام. قبل أي فعل اختياري يصدر من فاعل اختياري هناك مقدمتان إدراكيتان، هناك مقدمة انفعالية وهناك مقدمة فعلية. أما المقدمتان الإدراكيتان فهما ألف، أما المقدمتان الإدراكيتان فهما إدراك الفعل، والمقصود بإدراك الفعل تصور الفعل، يعني أنت قبل أن تقوم بالفعل هذا يكون اختياري، لازم يكون متصور. أما لو صدر منك فعل لست متصورا له أساسا، يكون فعل جبري، هذا صدر منك دون أن تنتبه، وهذا مسلوب إرادتك، كحركة المعدة، كحركة القلب، كحركة التنفس، أنت لا تتصور الفعل، قد ربما تعيش عمرك كله لا تعرف المعدة كيف تشتغل أصلا، لأن ما عندك تصور لهذا الفعل الذي يصدر منك بشكل أو بآخر. هذا معناه أن هذا الفعل الذي يصدر فعل جبري ليس فعل إرادي أصلا.
حتى يكون الفعل فعل إرادي لابد أنا المريد أن أكون قد تصورته لكي يصدق أنني قمت بحركة اتجاهه. هذا ممكن يكون تصور الفعل تصور بدوي، يعني ممكن ما يكون خايض الإنسان في حقيقة هذا الفعل ونوعية هذا الفعل ووضعه في شجرة الأفعال، التفاصيل العلمية ليس لنا شأن بها، لكن هذا التصور الأول للفعل أنه هو عبارة عن مشي، هذه الحركة أريد أن أقوم بها، هذا الشيء الذي يأتي بشكل بدوي إلى ذهني لازم يكون موجود حتى يكون إقدامي عليه إقداما عن اختيار. أما إذا كان ليس لي أي تصور عنه وأقدمت عليه، هذا معنى أنني أقدمت لا عن اختيار. نعم قد يقع الاشتباه في التطبيق، قد أتصور هذا الفعل سكونا فيكون حركة، هذه اشتباهات في المفاهيم وتطبيقها على المصادق، لكن المهم أن حق الفعل وواقعه أنا تصورته بشكل من أشكال التصور. إذا إدراك الفعل هذا أمر أساسي في المقدمة الإدراكية، المقدمتين الإدراكيتين. اثنين، إدراك فائدة الفعل أو ما يسمونه التصديق بالفائدة بمصطلحهم القديم التصديق بالفائدة. طبيعة الإنسان الذي يختار أنه عندما يهجم على فعل من الأفعال، يقدم على فعل من الأفعال بعد أن يكون قد تصوره، هو يرى أن فيه فائدة له. هلا قد يخطأ في واقع الفائدة، بحث آخر، قد يظن أن فيه فائدة ويتبين ما فيه فائدة له، لكن عمليا قبل أن يقوم بالفعل هناك نوع من التصور، هناك نوع من التصديق، هناك نوع من الاعتقاد، هناك نوع من القناعة بأن هذا فيه فائدة، وهذه الفائدة قد تكون إيجاب مقابل سلب، يعني عدمه سلب، وقد تكون سلب أقل مقابل سلب أكبر، فيختار السيئة على الأسوأ، لا فرق في ذلك. إذن قبل أن يقوم الفاعل الاختياري بالفعل الاختياري، افترضوا أن في مقدمتين إدراكيتين تصدران منه، المقدمة الأولى إدراكه لنفس الفعل، تصوره له حتى يقدم عليه وهو متصور له، الشيء الثاني إدراكه لفائدة الفعل، اعتقاده بهذه الفائدة وتصديقه بهذه الفائدة، واعتقاده بأن ما سينجم عن هذا الفعل فيه شيء يرضيني، فيه نفع يرجع لي، فيه جنبة تشبع الميول التي أريدها من وراء هذا الفعل، ما شئت فعبر. هذا ما يتعلق بالمقدمتين الإدراكيتين. مقدمة الانفعالية تسميتها كثيرة، الإثارة، الرغبة، فيك تسميها الشوق، الانبعاث النفسي نحو الشيء، عند التحرك نحوه ما زلنا نفسياً حتى لا ما تحركنا، ما زال كل شيء الآن ساكن ما تحركنا، فيفترضون أنني أدركت هذا الفعل هو عبارة عن شرب هذا الدواء، وأدركت أن في هذا الفعل مصلحة لي وفائدة تنسجم معي، فحصلت عندي هل مرحلتين تلتي هلا بعده اثنين، فحصلت عندي رغبة، ميل، إثارة، شوق، أسماء كثيرة باللغة العربية وباللغات الأخرى نحو أتجه نحو هذا الفعل، ينجو عن ذلك المقدمة الفعلية، صاروا ثلاثة الرابعة وهي الإرادة، القرار، العزم، التصميم، أشئت فعبر. شفت هذا الفعل وهو شرب الدواء، تصورته، تصورت المصلحة التي فيه ورأيته مفيد، حصل عندي شوق، نوع من الاندفاع النفسي نحوه، هذا الشوق، هذه الرغبة دفعتني لاتخاذ قرار وإرادة صارمة، هذه حركة العضلات، هذا الذي المسار الذي عادة يفترضون أنه حصل. هلا يمكن يكون علماء النفس عندهم تفصيلات أكثر، يمكن كل مقدمة فيها تضع أيضا تجزئات ممكن، لكن المهم يقولون أنه في الحالة العادية نحن نملك أربع مقدمات، اثنين إدراكيات، واحدة فعالية، واحدة فعلية. أما الإدراكيات فهي إدراك نفس الفعل وإدراك فائدته، وأما النفسيات فهي الرغبة فيه ثم القرار والعزم عليه. قالوا هذا هو الذي يسبق الفعل في الفاعل الاختياري. بقي شيء واحد، قالوا وهذا من مختصات الفاعل الاختياري كالإنسان لا مثل الحيوان، الحيوان أيضا فيه جانب اختيار، هذا يشمل الحيوان أيضا فيه جانب اختيار. طيب
في عندنا عنصر رابع خامس طبعاً هذا التقسيم افترضوه قالوا في الإنسان موجود وأمثاله ولكنه ليس بموجود في مثل الفاعل الاختياري غير الإنسان وهو عبارة عن المقايسة والمحاسبة هذا الإنسان يقايس يحاسب يتأمل الحيوان بطبيعته يرى الطعام يتصور بدوي الهجوم نحو الطعام يرى في فائدة من هذا بسرعة يحدث عنده هذا يحدث رغبة يقرر أما الإنسان تحدث هذه عنده ومع ذلك يتوقف يرى فائدة في هذا الفعل ويتصور هذا الفعل ويرغب بفعل هذا الفعل ويريد هذا الفعل لكن قبل أن تحصل الإرادة هذه المحركة للعضلات يبدأ يوازن الأمور يقول لك ربما هذا الفعل فيه ارتدادات معينة فيه فائدة ولكن يمكن عندي حساب أكثر يمكن عندي فعل ثاني يزاحمه وبلش يعمل لك دراسات ومحاسبات افترضوا أن هذه خاصة بالإنسان هلا يمكن واحد يناقش يمكن لك حتى الحيوان أيضا موجودة هذه عنده كأن يرغب في الأكل ويرى شخصا يريد أن يهجم عليه لو أكل أيضا بغير رأي يسوي محاسبة أيضا لكن يكون محاسباته بسيطة على يد حال فقالوا هذه من مختصات الإنسان أنه رغم حصول هذه كلها لكن مع ذلك تجده يعمل العقل ويبدأ يحسب كل ما يحيط بالفعل شبكة علاقات هذا الفعل مع سائر الآثار والارتدادات ولا يكتفي بالنظر إلى الفعل وفائدته فقط وكأنه لا يرى إلا هذا الفعل بل ينظر إلى هذا الفعل في مسار مجموعة من الأفعال والمصالح والمفاسد والمستقبليات والماضيات والحواضر وهذه قالوا من مختصات الإنسان يعني ما معنى مختصات؟ يعني يريدون إدراجها في العقل هذا معنى مختصات يعني يريدون إدراجها في رتبة العقل الإنساني التي لا يحظى بها العقل الحيواني إذا صح التعبير هذا قالوا هذه هي مقدمات الفعل الاختياري بعض المتكلمين أضافوا شيئا آخر وربما يكون مقصودهم أحد هذه لكن هم أضافوا شيء آخر سموه الطلب سموه طلب وقالوا هذا غير الإرادة ما هو؟ قالوا في شيء بيصير أيضا وهو حالة بين هذه هجوم النفس أنت عندما تريد مثلا هذا الفعل بعد قرارك بالإرادة في شيء يحصل أيضا لو تأملت ذاتك في شيء يحصل وهو هجوم النفس قالوا هذه المرحلة تختلف عن الإرادة والقرار والعزم تختلف عن مجرد الرغبة والشوق تختلف أيضا عن الإدراكات سواء إدراكات الفعل أو إدراكات مصالح الفعل في شيء اسمه الهجوم إلا أن الفلاسفة قالوا هذا لا فائدة منه وآن هذا إنما جر إليه المتكلمون جرا كي يهربوا من قضية الجبر وسيأتي معنا إن شاء الله ليش دخلوا في مثل هذه القضايا فقط لأجل الفرار من قضية الجبر لا أنهم كانوا بصدد دراسة مقدمات فعل اختيار بصرف النظر عن إشكالية الجبر فكأنه ابتكار لحل أزمة وليس رصد للمشهد بصرف النظر عن تلك الأزمة التي دخلت على الخط إذن النتيجة التي نحصل عليها في النقطة الأولى في البحث الأول في الجواب عن ما هي مقدمات الفعل الاختياري من وجهة نظر الفلاسفة عندنا مقدمتين إدراكيتين ومقدمتين نفسيتين في كل الأفعال الاختيارية المقدمات الإدراكية إدراك الفعل وفائدته المقدمات النفسية هي الرغبة والقرار والعزم واختص الإنسان بحسب رأيهم بشيء آخر إضافي وهو المقايسة والمحاسبة والتأمل ها يدرس الأمور يتأمل فيها أما الحيوان لا مجرد ما يجد شيء ينشد نحوه وهذا طبعا تابع لتفسيرهم لمعنى الغريزة فنحن في الجزء الأول من الكتاب ذكر المصنف النظريات سبع نظريات في معنى الغريزة الحيوانية لأن هذا من الأبحاث التي تعرضوا لها وتوصل هو إلى أن الغريزة هي اندفاع يعني الحيوانات الأكثر ذكاء بتعبير اليوم مثل النحل لا تعرف ماذا تفعل هي في الحقيقة مجهزة بنظام يدفعها نحو فعل هو النظام هو المسؤول عن هو الذكي النظام هو الذكي ليست هي الذكية هذا الذي توصل إليه العلامة الطباطبائي يعني يقول من وضع النظام هو ذلك الكمبيوتر أنت تضرب كذا وتسوي وكل هذه الأمور تحدث في الكمبيوتر الأشياء التي في الكمبيوتر هذه الضرات هذه كذا ليس فيها عندها ذكاء فلا يوجد شيء ذكي أصلاً ولا قم ولا ذكية ولا غير ذلك إنما النظام هو الذكي فيقول الحيوانات هكذا هذا راجع إلى هذا الموضوع لذلك ويعتبر محاسبة مقايسة ما عند الحيوانات يعني ما تحاسب تبقى وتدرس الأمور وإنما هي تنجر بشكل قهري نحو الشيء هي مجهزة تلقائيا مثل فعل ورد الفعل مثل الضوء إذا ضربته على المرآة ينعكس هنا أيضا إذا وضعت اللحم أمام الأسد يهجم هو بعد قضية
يعني محسوبة بطريقة شبه جبرية طبعا، يعني بمعنى من المعاني على أي حال. هذا ما يتعلق بمقدمات الفعل الاختياري. فإذا الطلب حذفوه وقالوا الطلب هو الإرادة لا شيء آخر. طبعا في مسألة الطلب والإرادة والفرق بينهما من وجهة نظر الفيلسوف ومن وجهة نظر الأصولي ومن وجهة نظر المتكلم كلام طويل لم ندخل فيه الساعة، ولم يدخل فيه المصنف بالشكل الذي بحثوا فيه، وقد تعرض له الأصوليون أيضا في مباحث الأمر، مادة الأمر وصيغة الأمر، يمكن مراجعته أيضا هناك. هذا كان مقدمة في الحقيقة. ثانيا، هل عرفنا مقدمات الفعل الاختياري؟ سؤال آخر، هل مقدمات الفعل الاختياري اختيارية أم لا؟ إذا الفعل سوينا اختياري، مشينا لكم إياها اختياري، خلينا نشوف هذا مقدماته ماذا؟ اختيارية أو ليست اختيارية؟ وهل إذا كانت اختيارية شو راح ينجم؟ وإذا كانت غير اختيارية أيضا شو النتائج التي تترتب علينا؟ ومن هنا يرتبط هذا الموضوع بأصل اختيارية الفعل كما سوف نرى إن شاء الله تعالى. إذا تأمل أحدنا في هذه المقدمات التي ذكرناها يظهر له جليا النتيجة التالية التي توصل إليها الفلاسفة، ليست مقدمات الفعل الاختياري اختيارية بالضرورة. لا، مش اختيارية، في أشياء تصبح قهرا عليه. الآن شخص يقول لك تعال نذهب، تتصور الذهاب أنت قهرا تجلس، يلا بتصور الذهاب ولا ما بتصور الذهاب؟ ها يلا بتصور الذهاب، وين تصورت الذهاب؟ التصور الفعل مرات بيكون قهري، حتى من مصالح الفعل مرات بيكون قهري. انت جالس تستمع وواحد عم يذكر لك مصالح الفعل، وهذا الذي يذكر لك مصالح مباشره تحصل لك معلومات مصالح الفعل في ذهنك، يحصل التصديق قهرا. اصلا في علم الاصول عندما بحثوا عندهم موضوع اسمه الموجب للعلم، هذا كتاب احد الكتب التي الفها أبو سليمان الظاهري مؤسس المذهب الظاهري، كتاب اسمه الموجب للعلم. قالوا هذا الكتاب يتوقع أن يكون في علم الأصول. ليش؟ لأن علماء الأصول ومعهم علماء الكلام بحثوا مسألة مشهورة بينهم، وهي أن الخبر الآحادي أو الخبر المتواتر هل يوجب العلم أم لا يوجب العلم؟ طيب، وإذا كان يوجب العلم فهل يوجبه بنحو الاضطرار أم لا بنحو الاضطرار؟ يعني انت الان اذا سمعت خبر متواتر تضطر الى، يعني العلم يحصل غصبا عنك في نفسك. هذه المساله مطروحه. كذلك هنا عندما تجلس انت ويقيم شخص برهان رياضي على نتيجه رياضيه يحصل لك العلم، ليست مساله اختياريه، مرات قهرا عنك خلص، يعني حسيت حالك حصل عندك العلم وخلصنا معه. فحصول العلم، الادراك، الفائده، حتى الرغبة هذه تحصل أحيانا من دون ما تحس أنت، يعني من دون ما تشعر. قد يكون هناك مثلا طعام شهي وأنت جائع تحصل الرغبة، مش أنه بيجلس الواحد بيقرر تحصل الرغبة عنده. من الواضح لو تأملنا في مقدمات الفعل الاختياري من وجهة نظر الفيلسوف، ما في شك أن مقدمات الفعل الاختياري ليست اختيارية بالضرورة. كثير من مقدمات الأفعال الاختيارية تحصل لا بالاختيار، تأتي يهجم التصور الفعل على ذهنك من دون أن تنتبه قسم عنه، ما فيك تشيله، يأتي خلاص، يهجم التصديق بالفائدة على إلى ذهنك من دون أن تشعر، خلاص يحصل، مدام أنت وقعت في فضائه يحصل لك قهرا. فقالوا ليست مقدمات الفعل الاختياري اختيارية بالضرورة. إذن هذا تسليم بأمر ضروري جدا، وهو الذي سيجر إلى إشكال بعد قليل. طيب، هذه النقطة الأولى. ما معنى هذا الكلام؟ معناه الإنسان إن شاء فعل، هذا معنى الاختيار، وإن شاء لم يفعل. لكن ليس الإنسان إن شاء شاء وإن لم يشاء لم يشاء كما يقولون هم. يعني الإرادة الفعل إرادي، أما الإرادة إرادية لا، مش بالضرورة. ليس الإنسان أنه كلما شاء شاء وكلما لم يشاء لم يشاء، لكن إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل تصدق في حقه. والإرادة والاختيار ليس سوى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، هذا هو الاختيار. ليس الاختيار إن شاء شاء وإن لم يشاء لم يشاء، لا، ليس هذا الاختيار. إذن ينتج عن هذه المقدمة الأولى اللي هي
عبارة عن تأمل فيما ذكرناه في المقدمات الأربعة الخمسة للأفعال الاختيارية، ينتج عنه أن الإنسان إن شاء فعل ولا يشاء فعل، وهذا يساوي، وهذا ملاك اختيارية الفعل، وليس إن شاء شاء، يعني وإن لم يشاء لم يشاء. هل حتى في الإرادة وطبقات؟ نعم نعم، الآن سنشرح أنه ليس سالب كلية. نعم، حتى الإرادة، ليست الإرادة أمرا إراديا. طبعا خليكم عن كلمة بالضرورة، الآن سنشرح مقصودا عن كلمة بالضرورة. يقول ليس إن شاء شاء وإن لم يشاء لم يشاء، لأنه إذا إن شاء شاء معناته إن شاء تسلسل. حتى هذه شاء أيضا لها، يعني لا بد لها من مشيئة تسلسل. نعم. يعني هل كلما شاء الإنسان فقد شاء المشيئة؟ فإذا شاء المشيئة، فإذا هذا شاء المشيئة أيضا شاءه. وتسلسل الإرادات في 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 باطن الإنسان لكل فعل صغير إلى ما لا يتناهى. لذلك ما قبلوا إن شاء شاء وإن لم يشاء لم. يعني طبعا إن شاء شاء شو المقصود منه؟ يعني إن شاء شيئا فقد شاء مشيئة هذا الشيء. نرجع للكلام نفس الإرادة نفس المشيئة. أحسن الذي أشاء. ها، فإذا كان هو أيضا قد تعلق بها إشاءته إن إذا صح التعبير وهكذا إلى ما لا يتناهى. كيف يعني الصيغة المقدمات ضرورية والفعل؟ يلا يلا، هو نحن كل هذا بحث للوصول إلى هذه الإشكالية. الوصول إلى هذه الإشكالية. ليش أن الإنسان الفعل اختياري بالنسبة له، مقدمات الفعل ليست اختيارية؟ الآن ثلاثة. لماذا؟ كان الفعل اختياري المقدمات للسخ. يذكر المصنف ثلاث تبريرات بهذه القضية. التبرير الأول لهذه القضية أن الأفعال النفسية ليست عضلية حتى تتعلق بها الإرادة. هذا جواب، يقول أنه يعني هو لازم الأفعال النفسية تكون عضلية حتى تتعلق بها الإرادة. لا كلام، يقول هو الأفعال النفسية ليست عضلية. يعني قصد المقدمات أفعال نفسية. نعم نعم، الأفعال النفسية ما تفعل داخل. نعم كلها ليست حتى تناط بالإرادة، هذا واحد. اثنين، السبب الثاني وقوع التسلسل، وهذا هو السبب المهم أصلاً. يلزم لو كلما كان الفعل اختيارياً كانت كل مقدمة من مقدماته اختيارية، إذن فهذه المقدمة الاختيارية لا بد أن يكون قبلها أيضاً اختيار، وهكذا يتسلسل. قالوا لا بد أن ينقطع التسلسل. كيف نقطع التسلسل؟ خلينا من البداية نقطع التسلسل، خلص نريح راسنا. نقول الفعل اختياري مقدمته ليست اختيارية بالضرورة. خلص هو يلتفت المريد، يلتفت إلى التسلسل، ما يلتفت إلى التسلسل. لا لا، لأنه يرى أن إشاءته باختياره. أحسن. هو يلتفت إلى التسلسل. لا يلتفت إلى التسلسل لأن التسلسل لا يقع. هو هذا دليلنا، نقول لو كانت بالاختيار لوقع التسلسل، ولو وقع التسلسل لحسينا فيه. لشعرنا، بل لو وقعت مشكلة فلسفية لو وقعت التسلسل. ولذلك النقطة الثالثة يقول شو الدليل على أن مقدمات الفعل الاختياري ليست اختياري الوجدان؟ قلنا ترجع كل واحد مننا، خلينا نرجع الوجدان كما تفضل سمعت الشيخ، كل واحد مننا يرجع الوجدان ويشوف أن مقدمات الفعل الاختياري ليست اختياري، ليست بيدي. هو البحث ليس في المقدمات في الفعل، في ارتباط الفعل مع المقدمات، كيف الصلات؟ أنا خل إذا يصير تسلسل نقدر نقول مثلا نفس الفعل ما هو اختيار، يعني المقدمات جبرية ضرورية، الفعل أيضا هكذا، لا نحكي عن التسلسل. نعم التسلسل يجرنا إلى أن نقول المقدمات ضرورية، هو هذا. نحن أنت قبل أن تصل إلى إشكالكم الذي تريدونه شيخنا، توجيه اختيارية الفعل. لا، نحن الآن لسنا بصدد توجيه اختيار الفعل، بصدد تهيئة المستمع لنقد اختيارية الفعل. بعدين راح ندافع، بس كل هذه مقدمة للوصول إلى نقد اختيارية الفعل. هذا كله مقدمة لبيان إشكالية حلها بعدين سيأتي. يقول لك الآن تصور أنت أن هذا صح، أن هذا جبري الذي يتكلم، تصوره جبري وموافقين حتى الآن فلاسفة موافقينه لهذا الجبري. قال الأفعال يا أخي اختيارية، أنتم قلتم سلمنا ما في مشكلة، لكن مقدمات الأفعال ليست اختيارية. ليش أنت تقول مقدمات الأفعال ليست اختيارية؟ يقول لأنه أول شيء الأفعال النفسية ليست عضلية محكومة للإرادة كالأفعال، هذا وقوع التسلسل لو كانت اختيارية لوقع التسلسل، ووجداني يدل على أنها ليست اختيارية. إذا قبلتم معي أنه مقدمات الأفعال ليست اختيارية؟ قالوا نعم قبلنا معك أن مقدمات الأفعال ليست اختيارية. الآن رح يجي الإشكال،
موقع الكلام وين؟ الآن سيأتي الإشكال في هذا السؤال. إذا آمنا بوقوع التسلسل بعد ما راح يصير اختياري بالضرورة، ليس مقدمات الاختيار بالضرورة، لازم راح يصير يعني التسلسل لن يقع، مستحيل. لا أقول لوجود استحالة التسلسل. نعم. راح نتوصل إلى أن المقدمات جبرية. لا الآن سنشرح معنا كلمة الضرورة. ماكو داعي بعد أنه راح ليست مقدمات العلل اختيارية بالضرورة. لا الآن سنشرح ليش لماذا نضيف هذه الكلمة الآن. سوف نقول إذا قلنا ليست مقدمات فعل اختيارية معنا وقوع التسلسل. لا لوقوع التسلسل إذا آمنا بوقوع التسلسل. يلا اسمعوا إذا قلنا ليست مقدمات الأفعال الاختيارية ظاهرها ماذا؟ السالبة الكلية. والفلاسفة لا يقولون بأن مقدمات الأفعال دائما ليست اختيارية، يقول لك بعض المقدمات في بعض المرحلة قد تكون اختيارية. الآن خلينا نخلص هذه الآن نشرحها هي الآن محلها حتى نفسر لماذا أقحموا هذا المفهوم حتى بعدين قالوا إذا ما كانت بعضها ليس اختياري ندخل في مشكلة عظيمة في علم الأخلاق الآن في فلسفة الأخلاق الآن سنقول. طيب فإذا بناء عليه الآن نحن وصلنا صرنا أنه من خلال ما ذكرناه في النقطة الأولى سابقا اكتشفنا أن مقدمات الأفعال ليست اختيارية. طيب جميل، إذا كانت مقدمات الأفعال ليست اختيارية ستنتج النتيجة التالية، إن الإنسان إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، لكن ليس بحيث أن مشيئته بالمشيئة وإرادته بالإرادة ورغبته بالرغبة وتصوره بالتصور وإدراكه للفائدة بالإدراك بالفائدة، ما ممكن. لماذا؟ لأن هذا خلاف الوجدان ولأنه يلزم منه التسلسل. طيب. الآن نقطة رابعة في هذا الإطار، ما معنى في معنى معنيين، ما معنى عدم اختيارية المقدمات أو سميها الأفعال النفسية، ما معنى أنها ليست اختيارية، ما معنى في عنا معنيين؟ المعنى الأول لأنها ليست اختيارية، بمعنى كل فعل خارجي تسبقه مقدمات اختيارية زائد بطلان الكلية في الفعل النفسي، هذا معنى أنه المقدمات الأفعال ليست اختيارية. يعني نحن نريد أن نقول بعض نتيجة يساوي بعض مقدمات الأفعال تكون اختيارية وبعضها غير اختيارية. واشتبه من تصور أن إشكال وقوع التسلسل أن إشكالية التسلسل تثبت السالبة الكلية. يعني ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن يقول أنه صحيح ليست الموجبة الكلية باطلة، أن كل مقدمات الأفعال اختيارية إلى ما لا يتناهى، لكن هذا لا ينفي أن بعض مقدمات الأفعال تكون اختيارية ولو في طبقة. أنت تصور معي هذا الفعل وهذه مقدمته، هذه كل مقدمة للفعل تسبقها مقدمة تسبقها مقدمة تسبقها مقدمة إلى ما لا يتناهى. أنا قلت يستحيل أن يكون كل مقدمات الأفعال اختيارية، يعني الأفعال النفسية اختيارية، لأن إذا كانت الأفعال النفسية اختيارية في هذه الطبقة فستكون أيضا في هذه الطبقة فستكون في هذه الطبقة فستكون في هذه الطبقة وصولا إلى ما لا نهاية، فيبطل التسلسل. لكن استحالة التسلسل هل ينفي أن يكون هذا الفعل النفسي في الطبقة الأولى هذا كان اختياري لكن علته غير اختيارية؟ هل برهان التسلسل ينفي ذلك؟ لا ما ينفيه. هو برهان التسلسل ماذا ينفي لو تأملنا فيه؟ ينفي أن تكون كل مقدمات الفعل النفسيتي، هي كلها نفسية سواء كان إدراكي أو شعوري، كلها بنحو الموجبة الكلية اختيارية. إذ لو كانت كلها اختيارية فيسبقها مقدمات، لأنه معلول لابد له من علة، فيسبقها مقدمات في النفس أيضا فلابد تكون اختيارية، لأنه تقولون أن المقدمات الاختيارية أيضا اختيارية، وهكذا إلى ما لا نهاية. لكن هل أن استحالة هذه الصورة
يناقض أن تكون بعض المقدمات القريبة النفسية القريبة من الفعل في مرحلة ما اختيارية. لا، هذا لا ينفي. لماذا؟ لأن استحالة التسلسل ماذا تعطي؟ بطلان الموجب الكلية، يعني كل مقدمة نفسية هي بالإرادة. هذا أيضا مقدمة نفسية فهي بالإرادة، وهذه مقدمة نفسية فهي بالإرادة. موجب الكلية باطلة، كل مقدمة نفسية فهي بالإرادة، لكن لا تثبت استحالة التسلسل. لا مقدمة نفسية بالإرادة، هذه لا تثبتها. صحيح، بس تبقى الإشكالية كيف أن المقدمة الغير الاختيارية تنتج مقدمة اختيارية. هذا أصل الإشكال بعد ما بدأنا فيه. هو هذا اللي هو أهم شيء، هو هذا يعني. نعم. الآن نحن نوضح، بعدها الآن كنا في مقام تمهيد أصل الإشكال. ما معنى عدم اختيارية المقدمات النفسية؟ معنى ذلك ليس أنه ولا مقدمة نفسية تدخل في دائرة الاختيار. لا، في مقدمة نفسية تدخل في دائرة الاختيار، لكن ليس كل مقدمة نفسية فهي داخلة في دائرة الاختيار. فلا يمنع أن تكون بعض المقدمات القريبة أحيانا عند زيد، عند عمرو، عند بكر، عند خالد تدخل في اختياره. هذا ما في مشكلة فيه. فيمكن أن يتحكم بإرادته في أن يريد أو لا يريد. يعني التسلسل ينفي الموجب الكلي. أحسن. ولا يثبت السالبة. ولا يثبت السالبة. ومن هنا قلنا كلمة بالضرورة، يعني دائما ليس كذا، اللي هو هذا إثبات السالبة الكلية. طيب، وإلا لو كانت السالبة الكلية بهذا المعنى يقولون بصير عندنا مشكلة نحن في فلسفة الأخلاق. إذ ما معنى التوجيهات الأخلاقية حينئذ؟ أن يكون الإنسان في أفعاله النفسية، الأفعال النفسية كلها غير إرادية. ما معنى إذن أن أنبه الإنسان إياك والحسد، إياك والحقد، وهذه كلها حالات نفسية. التوجيهات الأخلاقية تصبح مشكلة. إياك والشعور بالعجب، إياك والشعور بالغرور، كلها حالات نفسية. إذا كانت كل أفعال الإنسان الصادرة منه التي ترجع إلى حالات نفسية، إذا قلنا كل الحالات النفسية جبرية، ويلزم هذا أن يصبح بلا معنى التوجيهات الأخلاقية المتعلقة بالشعور وبالنفسيات. لا بد من افتراض أن هناك شيء ما في دائرة معينة بحثة النفسية. نعم. إذا نصير عنده مشكلة في هذا الإطار. طيب، هذا المعنى الأول. المعنى الأول يعني ما نريده من الكلمة هو الوصول إلى هذه النتيجة، وهي واحد، بعض مقدمات الأفعال قد تكون اختيارية وبعضها غير اختيارية، يعني بطلان الموجب الكلية، وهذا هو الذي نريد. هذا واحد. الآن المعنى الثاني لعدم اختيارية المقدمات النفسية هو أن نقول كل فعل خارجي يقع مباشرة تحت سلطان الإرادة، يقع مباشرة تحت سلطان الإرادة، أما الفعل النفسي فأمره أعقد ويحتاج لتراكمات. شو بيقصد هذه الفكرة؟ أنا اختصرتها بالتعبيرها. أنا أريد فعل خارجي، أريد أن أضع هذا القلم هنا، لا يحتاج إلى شيء، تتحقق الإرادة أضعه، خلصت، يتحقق. أما في الفعل النفسي مثل الكرم، هذه كل أفعال نفسية، ليس نفس الإعطاء. الكرم مثلا، عدم العجب مثلا، ها، التواضع مقصودي هون يعني نفس الحالة النفسية. هذه يقولون لك في عالم الأفعال النفسية، أنت مثلا أنت إذا أردت أن تحقق فعلا نفسيا، أنت بتحقق معك لما بيصير ملكي. لما ما بيصير ملكي بيكونش أنت تحقق عندك الكرم. الكرم في الخارج هو إعطاء المال، الكرم في النفس هو الملكة. أما إذا واحد أعطى المال وما حصل عنده الكرم اللي هو عبارة عن حالة نفسية، نقول صدر منه فعل خارجي ولم يتحقق منه الفعل النفسي الذي هو الكرم. فقالوا بأن الأفعال النفسية في باب السلوكيات عبارة عن ملكات، والملكات لا تأتي بمجرد إرادتها، بخلاف وضع القلم يأتي بمجرد إرادته.
من هنا قال مقصودنا من عدم اختيارية المقدمة النفسية كل فعل خارجي يقع مباشرة تحت سلطان الإرادة، أما الفعل النفسي فوقوعه ليس بالمباشرة بل بالتراكمات حتى يحصل الملكة، لأن هذا مبني على عقيدة أن الأفعال النفسية عبارة عن ملكات، الأفعال النفسية يعني السلوكيات نتكلم عبارة عن ملكات. طيب هذه كلها كانت مقدمة، يأتي الآن إشكال بناء على هذا كله، بناء على ما تم معنا في أولا وثانيا، يعني ما تم معنا في شرح مقدمات الفعل الاختياري وفي تمهيد لطبيعة الاختيارية وعدم اختيارية المقدمات النفسية، توصلنا إلى أنه ليس كل المقدمات النفسية اختيارية. هل إذا في منا شيء اختياري بيكون مقدم القريبة، يعني أبو مقدمتين البي والجد بالفعل، يعني هسه أبو الجد جد الجد، أما لما تروح بالعمق ما عادش تذهب تسلسل الاختيار، هذا كلما دخلت إلى العمق فقدت السيطرة، خلص انقطع الحبل. طيب يأتي الإشكال هنا وهو الإشكالية، نصورها بشكل مختصر، إذا كانت المقدمات أو مقدمات الفعل اللي سميتوه أنتو اختياري غير اختيارية فقد رجع ما بالاختيار، من هو اللي ما بالاختيار يعني الفعل، إلى ما لا بالاختيار بحسب المآل. ما هو الإشكال؟ بعد أن شرحنا هذا ووضحنا وصار في تجلية له، الآن جاء الإشكال، يا أخي أساء عم سويتوا لنا الفعل بالوجدان وما بالوجدان وفي إرادة. طيب لما ندخل في العمق، إسا يا أخي إرادة الفعل اختيارية، إسا إرادة الإرادة يا أخي اختيارية، نطلع شوي لورا خلاص بعد تضعف الضوء الاختيارية لأنه يلزم التسلسل. فإذا أنا في نهاية المطاف حتى لو كنت سلطان الإرادات في مجال الأفعال فأنا محكوم مجبور في مجال مقدمات الأفعال، فيرجع الفعل الاختياري إلى أمر ليس بالاختيار. تجي نطبق القاعدة، وكل أمر اختياري وإذا رجع ما بالاختيار إلى ما لا بالاختيار صار ما بالاختيار ما لا بالاختيار، لأن النتيجة تتبع خلص المقدمات إذا صح التعبير. فإذا كل هذا الجهد الذي بذله الفلاسفة في وضع الإرادة قبل في جزء من العلة التامة للفعل ما له فايدة، يخلي الإرادة جزء من العلة التامة، يا أخي ما مشكلة أسألني معك نحن غاية الأمر. هذا من باب خداع الحالات النفسية، تخدعك نفسك أنك سلطان ومريد وتتصور نفسك أنك تريد ما تفعل ولا تريد ما تترك، لكن في واقع الأمر أنت مسير ومحرك بطريقة بفرق بينك وبين الجماد، يمكن الجماد عارف حاله ومتواضع ومدرك حقيقة أمره، أما أنت تفكر حالك متسلطن على كل شيء وأنت في واقع أمرك تحكمك الأوضاع والتعقيدات وتحكمك الظروف الاجتماعية والمناخية والثقافية تدخل هون في عالم علم النفس وخصوصا الجبريين النفسيين، بعد بخلوك كل عطسة تعطسها أنت تكون هي عبارة عن سببه صار بيك مرة سوى شيء بالبيت فهذه أثرت فيك والآن أنت عطس هذه العطسة، كما هي طريقتهم هكذا. كل هذا يرجع إلى أسباب قهرية أنت مجبور عليها، كل ما تكون مقدماته غير اختيارية فهو غير اختياري. والجواب بطلان القاعدة الكبروية، سلموا بالصغرى، ما بيستطيع الفيلسوف يضحك على نفسه يقول والله لا الصغرى لا مش صحيحة، لا المقدمات اختيارية ومقدمات المقدمات اختيارية، هذا مسلم فيها الفيلسوف، لكن قال هذه قاعدة أن كل اختياري يرجع إلى ما لا بالاختيار إذن فهو ليس اختياري. هذه عندنا وقفة فيها، هذه الكبرى، هذه الكبرى قل أنا لا أسلم بها، أسلم بأن هذا اختياري يرجع إلى ما لا بالاختيار، لكن لا أسلم إلى أن كل أمر اختياري يرجع إلى ما لا بالاختيار فهو لا بالاختيار. هنا كيف الحل؟ هنا وقعت المشكلة. هل سيجيب هو بجواب من الأجوبة؟ ونشوف بعدين كيف يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.